السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، مضى في برنامج صوتكم بضع حلقات ونحن نتحدث عن الميليشيات في العراق، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد منذ انطلاق تظاهرات 25 من أيار، وبعد ذلك عملية اعتقال القيادي قاسم مصلح في الحشد الشعبي. وهذا الموضوع كيف أثار غضب هذه الميليشيات وقادها إلى تطويق المنطقة الخضراء، بل إلى دخول المنطقة الخضراء وسط فضيحة حقيقة من فضائح الأجهزة الأمنية في العراق التابعة للدولة، وهي عدم تواجد من يثبت سيادة هذه الدولة كما تدعي السلطة، ويؤكد أن هذا العراق فيه أجهزة أمنية قادرة على كبح هذه الميليشيات. فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أثبتتها هذه اللقطات البسيطة التي عرضناها والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن الأرتال التي توجهت إلى المنطقة الخضراء، وكيف أن القيادات في هذه الميليشيات باتت تهدد الدولة بشكل علني بقطع أذن مصطفى الكاظمي، بالدعس على هذه الأجهزة الأمنية والحكومة بأنها ستستخرج أو تستعيد هذا القيادي مهما حصل، وتهديدات من قيس الخزعلي وتهديدات من باقي الميليشيات في سبيل استرداد هذا الشخص من يد السلطة. هذا الموضوع طبعا يعني يجب أن ترد السلطة بشكل أو بآخر لحفظ ماء الوجه. فخرج وزير الدفاع في أحدث التصريحات التي وردت بخصوص هذا الموضوع، وزير الدفاع جمعة عناد صاحب المقولة الشهيرة صاروخ صاروخين ما يأثرا على هيبة الدولة، خرج بشكل يعني انتقدته الميليشيات وزعلت منه كما يقال محليا. حذر من تكرار المشهد الذي ظهرت به هذه الميليشيات قبل أيام، وذلك باستعراض عسكري وسط بغداد على خلفية اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح. أكد جمعة عناد وزير الدفاع أن عملية توقيف القيادي الذي اتهم بالتورط في اغتيال ناشطين كانت خاطئة ونفى إطلاق سراحه. أضاف أيضا أنه كان ينبغي حل الموضوع دون التلويح بالقوة ولي الأذرع، يعني بمعنى آخر نقعد احنا والميليشيات كدولة ونقعد نتفاهم، أيضا لا سيما مع جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، فكيف بأربعين عجلة غير مدرعة تحمل مجموعة من المسلحين. هو في التصريح يعني كان هناك لقاء تلفزيوني تحدث فيه وقال بأنه هذه العربات عربات تحمل أحاديات مكدسة بها الأفراد ما راح تأثر على الدولة بشيء، لأن الدولة لديها إمكانيات بإمكانها أن تقارع دولة أخرى إذا تعرض العراق لحرب، وبالتالي هاي مجموعات صغيرة قوتها لا شيء أمام قوة الدولة. طبعا المنصات الإعلامية والإلكترونية للميليشيات بدأت تهاجم وزير الدفاع وبدأت تنتقد ما قام به ما صرح به تحديدا. نحن أيضا نرد على وزير الدفاع ببيان أو بتقرير لمنظمة العفو الدولية تحدثت فيه عن الترسانة العسكرية لميليشيات الحشد وما الذي تمتلكه هذه الميليشيات من قوة عسكرية. باختصار شديد حتى نبدأ نستقبل اتصالات حضراتكم، منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها قالت بأن الميليشيات التي تعمل بصورة اسمية في إطار القوات المسلحة الحكومية في العراق ضد تنظيم داعش، طبعا هذا تقرير سابق كما قلنا، تستخدم أسلحة من مخزونات الجيش العراقي المقدمة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وإيران في ارتكاب جرائم حرب وهجمات انتقامية وأيضا سوى ذلك من الاعتداءات. لفتت المنظمة أن الأبحاث الميدانية وتحليلات قام بها خبراء الأدلة بالصور وأشرطة الفيديو تعود إلى حزيران يونيو في سنوات سابقة، بيّنت أن هذه الميليشيات شبه العسكرية استفادت من عمليات نقل للأسلحة المصنعة فيما لا يقل عن 16 بلدا وبينها دبابات ومدافع ميدانية وكذلك طيف واسع من الأسلحة الصغيرة.
هذه الميليشيات استخدمت هذه الأسلحة والتي شكلت طبعا بقرار من المرجعية في عام 2014، استخدمت هذه الأسلحة في تسهيل عمليات اختفاء قسري لآلاف الرجال والأولاد معظمهم من المحافظات المنكوبة، وخطفهم في عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء، وكذلك عمليات تدمير وحشية للممتلكات بحسب منظمة العفو الدولية. أضافت أيضا أنه منذ إنشاء ما يعرف بالحشد الشعبي في عام 2014 قامت السلطات الحكومية، هذا طبعا حديث إلى وزير الدفاع رد، قامت السلطات الحكومية في العراق بتزويد هذه الميليشيات بالأسلحة بصورة مباشرة من مخازن وزارة الدفاع العراقية ومخازن الجيش، وتشمل هذه الأسلحة كميات لا يستهان بها من المعدات المصنعة حديثا وفق مواصفات منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وبصورة رئيسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب معدات من روسيا وأوروبا الشرقية. هذا التقرير من منظمة العفو الدولية يفند ما ذكره وزير الدفاع جمعة عناد، ويؤكد حديث هادي العامري سابقا الذي قال بأن الحشد الآن يمتلك قوة عسكرية تضاهي ما يمتلكه الجيش في العراق. كيف وصلت هذه الميليشيات إلى هذه الترسانة وإلى هذه القوة العسكرية؟ وعلى ماذا يدل حديث وزير الدفاع؟ هل هو جهل منه بحقيقة ما تملكه هذه الميليشيات، أم محاولة لتبييض الوجه بعض الشيء في ظل الفضيحة الأخيرة التي شهدها العراق قبل يومين؟ أيضا نطرح سؤالنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، كيف يمكن إيقاف هذه الميليشيات وكبح جماحها؟ كيف يمكن إيقاف سطوة هذه الميليشيات، إرهابها للعراق كدولة وللعراقيين بشكل أخص؟ نستقبل اتصالاتكم. معنا السيد محمد من الشرقاط، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي طالب بالعفو العام هاي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحتك. تفضل محمد حياك الله. نقدر احنا نطالب بالعفو العام، ناشد الحكومة. اي. الطالب بالعفو العام للإفراج عن منو؟ معتقلين الناس المضمومة بالسجن. عندك معتقل انت؟ اي انا عندي معتقل. نعم. محمد انت تناشد الحكومة، تعتقد هاي الحكومة ممكن تحل موضوعكم؟ ما تحل اي موضوع. لا ليش تناشدها؟ محمد من شرقاط ما موجود. اتمنى ان نحصل على اجابه من الاشخاص اللي يناشدون الحكومه. السؤال هو، هل تتوقعون ان هذه الحكومه قادره على حل اي مشكله في العراق اليوم في ظل الفضائح المستمره التي تثبت ان لا دوله في العراق، ومن يسير الأمور هي الأحزاب والميليشيات، وما يوجد في أروقة الحكومة من رئيس جمهورية ووزراء ورئيس برلمان كلهم يعني مجرد صور أو مناصب شكلية لا غير، في حين المتحكم الحقيقي بالقرار هي جهات أخرى. أبو حسن من بغداد، تفضل حياك الله. أخي محمد الله يسلمك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك اخي. لما يقولون اكو حكومه، وين عندنا حكومه؟ أي. هي الحكومه الحقيقيه لازم تكون عراقيه، هي اولا. اثنين، تهتم بالعراقي خارجا وداخلا. نعم. يعني حارمين العراقيين من خيراته، يقتلون بالشعب، يظلموه، ياخذون حقوقه، بطاقه تموينيه ماكو، البلد مهجره، كلها مهجرين. اي نعم. دوله يتحدثون عنها؟ يعني واحد لما يتكلم بانصاف، الدوله لازم تكون دوله عراقيه. يعني لما العراقي يسموه البلد يسموه عراقيين. نعم. هذول دمروا العراق، صحة يعني المفروض يحافظون على صحة المواطن، مواطن ما عنده ماكو اهتمام من الدولة على صحة المواطن. نعم. الغذاء ما عندهم يعني انتباه للغذاء، المواد الغذائية للناس. نعم. جشع، غلاء، تدمير، قتل، إرهاب. يعني واحد يدعي عن حقه يقول لك أنا أريد حرة، حياة حرة كريمة، يقتلوه. أي حكومة يعني واحد ما يفكر يقول حكومة؟ يا عم احنا ما عندنا حكومة اخي، احنا عندنا مرتزقة جاية من ايران، من امريكا، من اسرائيل، من بريطانيا، من فرنسا، من كل الدول المتحالفة صارت ضدنا. اسلحة دمار شامل ماكو، المفروض يعتذرون. يعني يصير حكي بس لا عندنا وزارة. ليش اليوم نشوف بالعراق يطلع مثلا وزير الدفاع على سبيل المثال، احنا قلنا هاي احدث التصريحات الحكومية،
انه يقول ذولا مجموعه لا يعتقدون ان هم قادرين انه يتناطحون ويا الدوله، احنا دوله وعندنا طيارات وعندنا اسلحه ثقيله ونقدر نقارع دول اخرى، ذولا مجموعه راكبين على يعني بيكابات وعندهم مركبين عليها احاديه وهم مكدسين بها ويريدون يعتقدون ان هم يقدرون يخوفونه. لما وزير الدفاع متاكد ان هو عنده قوه عسكريه بامكانها انه تواجه دول، ليش ما يقدر يفرض قوته على الميليشيات؟ ليش ما يقدر يسحب السلاح من هذه الميليشيات؟ اخي هذا كله كلام فارغ، هذا كلام فارغ. يعني هم يعني هسه كحكومه عراقيه نقول يطلع واحد منهم واحد اثنين ثلاثه عشره يعني نقول وطنيين، نقول ولو ماكو وطنيه زين الناس اللي انقتلوا قبل ما فكروا بالكلام هذا يحشوه. يعني هسه يعني مهزله اخي، ما عندنا حكومه، احنا عندنا بلد استقلال راح. يعني هسه لما نفكر وزاره الصحه حدث ولا حرج. يعني كان قبل يحكون عن النظام السابق، يعني كان عندنا ادويه، كان اكو نظام، كان اكو حكومه، كان اكو قياده تفكر بالعراقي. هسه كلها هي صفر اخي، دول مو عراقيين ولا يبنون، اتحداهم يبنون طابوقه، حتى لو يبنون طابوقه ياخذ مليار طابوقه فساد. يا اخي ما عندنا حكومه اخي، يعني هاي الناس تنقتل، هذول لو عندهم يعني ذره وطنيه كان بنوا العراق. اريد منك العراق. اجابه مختصره عن سؤال الحلقه لهذا اليوم، كيف يمكن ردع الميليشيات في العراق يا سيد ابو حسن؟ بظل هالشرذة مدني لا ما اعتقد، لان كلهم متواطئين مع واحد مع الثاني. عمرهم ما يبنون دوله، يعني خلاصه القول هذا، عمرهم ما يبنون دوله، لان هم جايين ضد الشعب، هم جايين لقتل الشعب. يعني من 2003 ولحد الان اعطوني فد شيء بنوه، شيء يعني عملوا به وشيء يفرح العراقيين. اشو قتل، ارهاب، الناس جاي بالخيم مثل محمد بالخيم متبهذلين. يعني مره يوم البحر شفت على الفيس تقول اكل ما عندي جهالي، يعني وين راحت عندهم غيره وشرف ودين؟ يعني اخي مو عراقيين، يعني منطقه العقل يقول لك دوله. اشكرك يا ابو حسن، اعتذر منك، عندنا متصلين ينتظرون. السيد ابو وطن من لندن، تفضل يا ابو وطن، حياك الله. حياك لك وللجمهور القناة الرافدين. الله يسلمك. سؤالين بالبرنامج، خلينا نتكلم اول شيء عن السؤال الاول اللي هو الدولة. نعم. اول شيء خلينا نعرف الدولة، تعريف الدولة العلمي، شنو هي الدولة؟ اريدك باختصار لو سمحت. ولا يهمك. اي. الدولة هي الارض والشعب والسيادة. نعم. هذا التفسير العلمي لها، تحليل العلمي لها. نعم. هل اكو سياده؟ اكو ارض واكو شعب، بس اكو سياده؟ ماكو سياده، الكل قاعد يشوف. اسال لك طفل عمره 4 سنين يقول لك ماكو سياده. نعم. اذا ماكو دوله. مو؟ نعم. اذا ماكو دوله. بس هم يقولون احنا دوله ذات سياده، يقولون احنا دوله عندنا استقلال. يعني هم اقول لك اكو حشاك، اكو مجرم يقول لك انا مجرم، واكو حرامي يقول لك انا حرامي. طبعا خلي يقول اللي يقولونه، بس العالم كله يعرف. كل العالم يعرف بدون استثناء. أم الدولة شنو تستطيع الدولة؟ احنا اتفقنا بالبداية انه ماكو دولة، لكن على كلامها مثل ما تقول. هل تستطيع؟ لا ما تستطيع طبعا، لان الميليشيات اقوى من عدها، ميليشيات مدعومة من ايران وحتى من دول خارجية وحتى من اوروبا مدعومة، اكو راعي رسمي لهذه المجموعات، اكو دول راعية رسمية لهذه المجموعات، من تسليح، من اعلام. نعم. من دعم سياسي ومن حتى من دعم اقتصادي. ليش الحكومة غاضبة مما جرى يعني في بغداد تحديدا، وخاصة اليوم لما نشوف وزير الدفاع كان يتكلم بشوية بتشنج، يعني انه دي يوصل رسائل الى هذه الميليشيات انه انتم منو قدام قوة الدولة، لكن حقيقة الحال وواقع الامر يقول بانه لا، الميليشيات دخلت الى المنطقة الخضراء في وقت كانت سيارات وعربات الدولة تجول في مناطق أخرى. أنت مواطن عراقي، شلون تشوف تصريحات الحكومة تجاه هذه الخطوة من الميليشيات أنه هي اقتحمت المنطقة الخضراء وعندها استعداد تسيطر على الدولة كلها؟ صدق لو الميليشيات تريد تستلم الحكم هسه تقدر تستلم الحكم، لكن هي هسه ما تنت، هذا مو وقته، هي تريد الوقت المناسب. لان هي اللي عندها القوه وعندها السلطه. خلينا ننتقل لسؤالك الثاني وهو الاهم. من يستطيع انهاء الميليشيات؟ طيب. من يستطيع انهاء الميليشيات في العراق هو من بداها. من اللي بداها؟
بدأت هالمرجعية الحامي الرسمي. هذا طبعا في جزئية المرجعية في جزئية الحشد الشعبي، لكن الميليشيات في العراق موجودة أصلا قبل ظهور الحشد من 2003. أخي العزيز رح الله يرضى عليك. نعم. أخي العزيز، ترى الحشد الشعبي هو الميليشيات. أما هاي التسميات الفرعية، سرايا فلان وكتيبة. نعم. فلان ومجموعة فلان، هي كلها الحشد. نعم. كلها الحشد، بس مرات يقول لك إيه نعم إحنا، ومرات يقول لك لا والله مو إحنا، فلان وفلان إحنا ما نعرفه. طيب. ما نعرف، هاي تبادل أدوار. الميليشيات هي الحشد، كل فرد خارج يحمل السلاح خارج إطار الدولة هو ميليشيا. نعم. وحتى القانون من أقره قانون الحشد الشعبي، هذا غير قانوني، غير قانوني معروف، يعني تفاصيل القانونية غير قانوني، غير قانوني. طيب. فمن يستطيع إنهاء دور الميليشيات في العراق هو من بدأها. أنا أكتفي وياك بهذه النقطة. على المرجعية. نعم، أنا وصلت فكرتك. أنا أشكرك يا أبو وطن. النقطة المهمة اللي تفضلت بها هي نختم وياك بها، من يجب أن ينهي الميليشيات في العراق هو من بدأ بي أو بدأها، ميليشيات الحشد تحديدا. مهيمن من ديالة، تفضل. كل ما أقول اختصرها إليك. تفضل. اختصرها إليك، هذا الموضوع كله عبارة عن إيران. إيران. نعم. يعني هي المسيطرة إيران. نعم. نفوذها إيران. الأخبار، السياسة كلها إيران. إحنا ننتهي العراق بالنسبة هاي الحكم هنشي ما نكاظه مكاظه ولا نكاظه ماكو. قل لي إيران، أقول لك تعني أجابك إيران. ما أكد هذا اللي صار، انه العراق فعلا بلا دوله، بلا حكومه، يعني هاي الحكومه شكليه بس. وين الدوله؟ هي الباحث رطبه الحكومه والباحث، يعني وين الدوله؟ هي مو رطبه الحكومه، هي انقلاب صار، هو الحدث انقلاب صار، ما له اي دور كامل، اي دور ما له. اي دور ما له كامل، هذا انقلاب صار وده بعد ما الساحه راح تبقى على هذا الشيء. سؤالي لك، برايك كيف يمكن إيقاف الميليشيات في العراق، أو منو اللي يقدر يوقف الميليشيات اليوم في العراق؟ الشعب بس، إذا توحد الشعب بس الشعب يقدر، هذول كل شيء يطردها، بس الشعب يتوحد. نعم. إذا الشعب يتوحد، إذا صار إيد وحدة المسيحي والشيعي والسني والكردي والهذا باكو، هذا الشعب هذول ينجحون. إيران تطلع من كيفها، كل واحد يروح ما كل واحد يتصل، يعني ولدهم كلهم بالجنوب وبالهذا باكو يرجعون لهذي، وبعد هاي تنتهي كاشي. نعم. سيد مهيمن، أنا أشكرك من ديالة، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا سيد محمد من كربلاء. محمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم ويبارك في قناتكم المباركة. الله يسلمك. تفضل يا محمد. تفضل حياك الله. أستاذ محمد أخوي، بالنسبة للعراق جوع، فقر، حرمان، سجون، مغيبين، ظلوم، مو صحيح؟ موجود هذا بالعراق كله موجود. نعم. زين؟ والقرآن الكريم أستاذ محمد، إذا ما تطلع العشائر العراقية الأصيلة. نعم. كلها، يعني عشائرنا هاي العراقية الأصيلة من شمال العراق إلى جنوبه. نعم. تطلع مظاهرات وتروح تمشي وتتظاهر بسبب هذا الفقر والظلم والجوع والحرمان والقتل وقتل المتظاهرين. نعم. والعصابات والميليشيات وهاي السجون السرية كلها موجودة، تطلع دوحا. شنو اللي يمنع العشائر برأيك، العشائر العراقية الأصيلة مثل ما قلت، شنو اللي يمنعها أن هي تخرج تتظاهر؟ نعم. أو تستعيد البلد على الأقل. نعم، وبلكن العراق يرجع شوية نحو الأحسن. شنو اللي يمنعهم؟ هيك الوضعية. محمد شنو اللي يمنعهم من الخروج؟ نعم، اللي يمنعهم من الخروج يخافون ينكتلون، يعني يقول لك أنا أروح أطلع الظاهر تجي الطلقة، تجيني الرصاص، هاي يجيني قنبلة دخانية. يعني هو خايف يموت من الرصاص، لكن ما خايف يموت من المياه الملوثة السامة، من الأمراض المنتشرة في العراق، ما خايف يموت من الاغتيالات اللي ممكن بأي لحظة
بدون مظاهرات، يجي واحد الباب البيت يعني يكتله بطلقة، مخايف؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد نعم، والعراق اليوم يوم عن يوم العراق راح يصير أسوأ بأسوأ. نعم أخي، أكو ميليشيات وأكو أحزاب، مو صحيح؟ أكو ميليشيات وأكو أحزاب، إذا كنت تحسبها أنت نفس الشيء، هي الميليشيات وهي الأحزاب هي نفسها. نعم نعم، هي نفسها، هي الميليشيات تابعة للأحزاب، الأحزاب تابعة للميليشيات، وعصابات موجودة. نعم. قتل موجود، خطف موجود، مغيبين موجود، كل شيء موجود. نعم. فالسبب احنا نريده من قناتكم توصلون صوتنا، نريد احنا الجمعة السبت بعد أسبوع بعد ثلاثة أيام، نريد احنا العشائر العراقية كلها. نعم. والشباب وتواب تشرين كل احنا نطلع. نعم. نطلع بالخضراء. سيد محمد، هذه دعوة منك، أتمنى إن شاء الله توصل، لكن احنا كل اللي تفضلت به حاليا ذكرت العشائر وذكرت الميليشيات وذكرت. نعم. الأحزاب وذكرت العراقيين، بس ما اجى طاري الحكومة، وين هالحكومة من هذا كل الكلام كله؟ أستاذ محمد حبيبي. نعم. أستاذ محمد وياي تسمعني؟ أسمع. الحكومة غير قادرة على إدارة الدولة، حكومة ضعيفة. السبب تعرف وين السبب أستاذ محمد؟ أي. السبب الميليشيات والأحزاب مسيطرة على الدولة. مو يقول لك أكو انتخابات؟ أكو انتخابات تختار. نعم. بيها الوطني، تقدر تختار الوطني اليوم بالعراق؟ أختار الوطني اللي أعرفه أنا بمنطقتي وجاري. طيب. هل هذا الوطني اللي بمنطقتك وجارك يقدر يشتغل اليوم في ظل وجود هذه الأحزاب وميليشياتها؟ يقدر يشتغل إذا كان هو مو بحزب أو مو ميليشيات. شلون يقدر يشتغل اليوم؟ نعم، هو ما منتمي، يعني أنت الشخص اللي ترشحه، فلنفترض أنه أكو شخص وطني عراقي مستقل ما ينتمي الحزب، شلون اليوم يقدر يشتغل وأكو ميليشيا عندها سلاح ممكن تقتله تختاله؟ راح السيد محمد من كربلاء. للي يقولون أنه إحنا ممكن اليوم ننتخب وطني في هذه الانتخابات، كيف يمكن لهذا الوطني المستقل اللي ما ينتمي لأي حزب واللي ولاء كله للوطن أن يعمل في بيئة مليئة بالأحزاب، الميليشيات، العنف، مال السلطة اللي يشتري ذمم؟ كيف يمكن لشخص وطني مستقل أن يعمل في بيئة موبوءة كما هي في العراق اليوم؟ السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة إحنا الكل هسه دا يتصل يقول حكومة. أي. هي بالأصل لا حكومة. لا توجد دولة. نعم. ما توجد دولة، توجد عصابات، يوجد مافيات، توجد قتلة. هذول اللي هم هسه مرتكزين بهذا البلد. اما تقول دوله، ماكو دوله. هذول اللي قاعدين على الوزراء واللي قاعدين بالمناصب، هذول كلها هيئه قاعدين، رجال هيئه، كلهم هذول متصلين باحزاب، وهم العصابات تنفذ. نعم. تنفذ الدولة، وهي دا تحكم الدولة. نعم. هذا البلد، وهي دا تقتل وهي دا تسلب. أما إذا تجي على الكاظمي، لما هي قبل يومين الدولة سقطت. نعم. الدولة إلا شوية الدخل أو أمريكان، لسي هسه الأمريكان ما تقدر تدخل وتفني هذول كلهم. مو هي جابتهم؟ من جاب هذول النماين؟ أنا بس أسأل سؤال لهذا الشعب اللي دا يقول دولة، من جاب الكاظمي وهذا العامري والمالكي وهذول الشكولات من حزب الدعوة ومن حزب الإسلامي ومن كل الأحزاب؟ نعم. من جابهم؟ جابتهم أمريكا. نعم. جابتهم على الدبابات، وما مو كلهم كانوا معارضة. يقولون اليوم احنا مقاومين وحارب للاحتلال، اليوم يسموه احتلال ويسموه أمريكا الإرهاب وأمريكا الشر، وده يقاومونه. شفت؟ لأنهم لو ما أمريكا تجيبهم هم يجون للعراق. لو ما أمريكا فقط العراق هم يجون. هم هو كان واحد حاكم العراق،
حاكمها من الشمال للجنوب، لا كردي ولا شيعي ولا أي واحد يقدر يدنى، ولا أي واحد من هالشكولات كانت تدنى. طيب. ها؟ كان حكم. سؤالي إليك، نعم الحكم اللي راح هسه إحنا بدنا نحكي باليوم. سؤالي إليك أم أزهار، برأيك كيف يمكن إيقاف الميليشيات في العراق، أو منو اللي يقدر يوقف الميليشيات في العراق اليوم؟ والله أنا برأيي الميليشيات اللي تقدر توقفها أمريكا. أمريكا. مثل أمريكا تقدر توقفها إذا هي ما تريد. لكن هي مستندة عليها. هي تساعدها لأن تقتل الشعب. هي تريد أمريكا، يعني هي تقدر توقف هاي المهزلة بالعراق. لكن مستفيدة حاليا من الميليشيات. نعم مستفيدة حاليا من الميليشيات، ولذلك مدى توقفها. ايه هي مستفيدة، طبعا مستفيدة. هي هاي مستفيدة منها، مدى توقفها. يتريد هسه توقفها وتخلي العراق يعيش بسلام، كان من زمان وقفتها. لكن امريكا وايران يردون العراق يستمر في هالفوضى، هذه الفوضى العارمة. طيب. وفي القتل والنهب والسلب ووجود هالعصابات الموجودة. أنا أشكرك يا أم أزهار، شكرا جزيلا يا سيدة أم أزهار من بغداد. السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، نعم الوضع اللي جاي نشوفه واللي جاي مر به شعبنا هو فوضى، يعني مواجهة الدولة ويا لا دولة. اي هو اصلا اكو دولة، اصلا اكو دولة تتواجه اليوم ويا لا دولة. عندنا دولة بالعراق احنا؟ احنا نمشي على السياق العام، اكو بالمسميات والعناوين تسمى دولة. طيب. يعني فرت هي علينا على الشعب دولة. طيب. يعني لكنه اليوم اللي نشوف الصوت العالي هو للميليشيات اللي يعني فرضت نفسها على الشارع العراقي. وخير دليل هو استعراف ذاك اليوم لما طوقوا المنطقة الخضراء وقرت عينه شارب عقر داره ويهجمون عليه. أرواح الناس وين؟ إذا أنت يا رئيس الوزراء عندك هذا الجيش وهذا القوة الهائلة وما تقدر تحمي نفسك، هسه فكرة من الشعب، أنت ما تقدر تحمي نفسك. والنوب الأتهى من هذا يا أستاذ محمد، نعم يقول أنا ما أدري بأمر الاعتقال. عجيب. ما تدري لعد تشرس وزراء أنت بخليك علي من، يعني أنت يعني ما معناته أنت ما تقدر ترعى صخرتين، يعني أنت مو رئيس وزراء العراق، هذا العراق أنت. نعم. شلون أنت رئيس وزراء؟ طيب أنا هسه أريد أسألك في تصريح وزير الدفاع جمعة عناد، ذكر في نقطة يقول لك أنه كان ينبغي أن يتم حل الموضوع دون التلويح بالقوة. يعني وزير الدفاع يريد الطريقة الدبلوماسية أنه يقعد ويا الميليشيات، وزير الدفاع اللي هو المفروض عنده الجيش جوا أمرته، يقعد ويا الميليشيات يتحاورون بدل ما هم يقعدون يستعرضون ويعرضون شكل الدولة إلى هذا السوء. لا، احنا تعالوا يا ميليشيات تعالوا نقعد نتفاهم. في أي منطق في العالم يتحدث وزير الدفاع بهذه اللهجة ويخاطب بها عصابات خارج عن القانون؟ وزير الدفاع يصلح، وزير الدفاع يصلح شيخ معمم حتى يحل المشاكل. أما وزير الدفاع بهيك برود وبهيك ضعف، قرت عين العراق، قرت عين الجيش العراقي اللي يكون وزير دفاع مثل جمعنات. نعم. يعني كانوا اللي قبل شوية أحسن مثل الأستاذ خالد العبيدي غيره. يعني كانوا يعطون أكو روح أمل للناس بأنه أكو قوة تحمي الشعب، لكنه إحنا اليوم يعني صراحة يعني أصبح الأمل مفقود، لا بالجيش ولا بوزارة الداخلية. نعم. أصبح يعني شو مثل ما تقول الأمل، يعني الأمل بالله. لأنه نعم. لما الميليشيات تفرض نفسها وتفرض وجودها على الشارع، ما معناته احنا عش بشريعة الغاب. نعم. واسأل الله ان يحفظ العراق والعراقيين. استاذ محمد، انا اشكرك فيها. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. نعم، شريعة الغاب هو اكثر مصطلح تم تداوله في العراق ربما بالفترة الاخيرة، ويؤكد ان لا دولة في العراق. ومثل ما قال السيد عبد الرزاق من بابل، صراع الدولة واللا دولة
في العراق الوضع شكلي بالنسبة لوجود دولة، والتطبيق العملي لما جرى هو صراع اللا دولة مع اللا دولة. لا توجد دولة في العراق، لأنه لو كانت هناك دولة حقيقية لمنعت كل هذه المظاهر التي تدل على الفوضى، التي تدل على غياب الأمن، غياب النظام، غياب القانون. نؤكد أن حديث وزير الدفاع لا يستند إلى واقع في قوله إن هذه مجموعات ضعيفة لا تستطيع أو لا ترتقي قوتها إلى قوة الدولة العسكرية. واشنطن بوست صحيفة أمريكية قالت بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين أعربوا عن قلقهم من هجمات الميليشيات بالطائرات المسيرة في العراق. أضافت الصحيفة أن الميليشيات في العراق تتجه لاستخدام الطائرات المسيرة لتفادي الأنظمة الدفاعية لقوات التحالف. الآن يتجهون لاستخدام طائرات مسيرة، أي يمتلكونها، عندهم طائرات مسيرة. وزير الدفاع اعتمد على صورة لعربات تنقل بعض الأفراد من الميليشيات، لكنه لم يتطرق إلى مخازن العتاد التي كانت تنفجر بين حين وآخر في أزقة وشوارع ومناطق سكنية في العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، تحتوي على كثير من الصواريخ التي تستخدم عتاد لأسلحة ثقيلة. لم يتطرق للطائرات المسيرة، لم يتطرق لتقرير منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن امتلاكهم لدبابات ومدافع ميدانية. هذه هي الميليشيات التي يحاول وزير الدفاع أن يهون من قوتها العسكرية الحقيقية الموجودة اليوم، والتي كما قال هادي العامري أنها تضاهي ما يمتلكه الجيش. أم أحمد من النجف، تفضلي. السيدة أم أحمد من النجف، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك أستاذ، شلونكم؟ الله يسلمك. اللي يركز بكلامكم أسمع، يعني كنت ما أقدر أتصل، فأسمعت خلال هاي اليومين ينتقدوكم بنفس المغلط انه انتم دائما تنتقدون الحشد او الميليشيات، ايش ما شاء خلي التسميه اللي يريدها الانسان، اي تسميه مو مهمه. طيب، لكن اللي يركز كلامكم يعرف ويعقل ويفهم انه انتم تنتقدون وعذر المفرتين بين اللي مقرفات اذا كان شيعي واذا كان سني، وتقولون الحلبوسي مثل ما تقولون الكاظمي والعاقل يفهم. نعم. كلامكم كلام عقلاني، يعني الانسان يفهم انسان، وخصوصا اللي قبالي متعقل وعلى الملا على الفضائيات، يعني نعم. الرد موجود. ترى شغله ثانيه مو غريبه، انه من تحشون انتم وامثالكم ايا كان المصدر، اكو ناس، مع احتراماتي للكل، اكو نعم. ناس صح محبه للعراق، لكنه يظل تفكيره على نقطه واحده ويا ريت نقطه واضحه. ليش؟ لانه آية صريحه بالقران، النبي محمد لما يجمع كان او يجتمعون عند الناس، الناس الفئة المتعقلة القليلة اللي هي كانت تعرف النبي. طيب. محمد شنو توصفهم الآية، يقول من يطلعون من يم مقام النبي محمد، الناس اللي هي في ضلال يسألون، قاعدين هم يسمعون الكلام يسألون ماذا قال آنفا، ما لهم علاقة، ولا كأنه رسول جاء وياهم. فمو غريب أنه أنتوا أمثالكم من الطيبين من قاعد تحشون حق، أكو ناس لا تعترض وظل برنامجها واحد. لكن سؤالي البارحة يقولون لولا الحشد أو الميليشيا، طبعا أنا رأيي الشخصي الحشد لا، مو يختلف الحشد فئة معينة، ناس وقراء بالقضاء سواء من محافظاتنا أو محافظات الغربية، الناس اللي راحت بحق الله والناس مستميتة أقدم من غير مقابل. طيب، هذول تخليهم بيون إخوان راسك. لكن يقولون حملة الخضراء، هي الخضراء أصلا موطئ قدم أساسي للميليشيات اللي هدمت العراق والامتياز. نعم. من الميليشيات ما إلى بالكراسي ولا ما إلى بالمناطق الحدودية ولا نهب ولا سرق، زين معترضين على طريقة الاعتقال، خطية شوية مشاعر فلان وفلان تأثرت العامري وغير العامري، شو يوصفونا أو الناس اللي هم بسيطة مثلنا اللي تخابر وتتصل وتعترض؟ والله توصيف بسيط أريد للي اقتحموهم بالمناطق الغربية أو بالموصل باسم الحشد، وحاشا لله أن يكون الناس الطيبة ترتكب هيك شيء. الاغتيالات والاعتقالات والدعاوى الكيدية ضد المتظاهرين، هاي شوفوها خوش. نعم. عندي بعد، يا ريتهم. طيب أنا خلص أسألك سؤال لو سمحتي، بسؤال الحلقة اليوم. تفضل. برأيك كيف يمكن إيقاف الميليشيات، أو من اللي يستطيع أن يوقف الميليشيات في العراق اليوم؟
شوفي استاذي، انا بس يعني قبل لا اجاوبك شويه اكو فد غصه بداخلي اريد اقولها. دائما يطلعون حججهم احنا ممتثلين للمرجعيه، المرجعيه كلامها صريح بستاني، طبعا انا احكي باسم بستاني خلينا نقول، ومو عدل اي نطار، اللي يعرفني يعرف طريقتي، عقلي اشغله ويا الكل عدا الله طيب. واهل البيت والصلحة. لكن بستاني جاي يقول ويحذر لا حد يستغل فتوى الجهاد الكفائي لمآرب سياسيه. شوفي شوفي سيدة ام احمد، هذا الموضوع موضوع حساس وممكن ندخل به بجدل كبير، لكن انا اوجه سؤال من السيد أبو وطن من لندن، طرح سؤال أو طرح فكرة أو يعني جاوب على سؤال، وجهة نظره كانت من يجب أن ينهي الميليشيات، اللي هو في وجهة نظره كلها اختصرها بكلمة الحشد الشعبي، من يجب أن ينهي هذه المظاهر المسلحة هو من بدأها. وهنا أشار إلى المرجعية اللي طلعت بالفتوى اللي أنشأت الحشد الشعبي، بغض النظر أنت تعتقدين أن هم أفراد مجموعة الحشد الأصلي، مجموعة من الفقراء البسطاء اللي طلعوا بدافع وطني، أو اللي موجودين حاليا اليوم اللي هم يقودهم أبو فدك والعامري وغيره، هؤلاء يجب أن ينهيهم المرجعية. ما الذي يمنع مرجعية النجف من أنها تخرج لتنهي فكرة الحشد الشعبي اللي انتهى دوره اليوم في العراق، والمفروض أكو حكومة هي اللي تدير الأمور؟ ثابت اللي يمنع، خليكم على الثقة. السستاني هسه إذا بيحكي حكاية صحيحة وتوصيفهم والله يهدرون دمه، وأنا مسؤولة عن كلامي لأن أنا بتي النجف وعرف جوش هو المتعقلين من هيئة علماء المسلمين، والسستاني المتعقلين اللي خطابهم وطني، خطابهم يحطبوك ويوجدوك لوطنك، والله ما حد يسمع لهم، ما حد يسمع لهم. وما ينهيهم الأيام دول أستاذ محمد، الأيام دول مثل ما هم باعوا العراق ووصفهم بريمر، قال جبناهم من الشوارع تكرمون ومن غير أماكن عذرا ما أقدر ألفظها، وسلمناهم العراق في الأيام. الله سبحانه وتعالى جاي يقول دول، بس كلمة الحق على كل من بني آدم شوية عنده خلط بالمشاعر. يوم الدين هل أقول له أقرأ القرآن عدل؟ يوم الدين الله سبحانه وتعالى من يقول وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على هؤلاء، هاي أنت وآني الناس اللي تبلغ قدر إمكانها كلمة الحق ما تضيع عندها، انت راح تكون يوم الدين شهيد على الدم، شهيد على هيك الاعراض. وتقول ذول اللي ظلموا. سيدة ام احمد، انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. طبعا نقرا بعض الرسائل التي وردت مشاهدينا الكرام على الواتساب، نواكب طبعا مع المشاركين. احد المشاركين يقول، نقول الاهلنا البحشمه لا تنتخبوا الميليشيات، طيب أن لا تنتخبوا الميليشيات، الجملة الباقية أنا ما فهمتها حقيقة. في رسالة أخرى من السيد أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام، يقول العراق بيد الأعداء، وهذا المسلسل يستمر على يد هؤلاء القتلة المجرمين في الخضراء وميليشياتهم القذرة بتدمير العراق بالكامل وذبح أكبر عدد من الشعب العراقي بدون تمييز، حتى يكون الجيش العراقي قوي ينقذ العراق من هذه المحنة، أو جيش مشترك من الدول العربية بإشراف الجامعة العربية بقيادة مشتركة قبل الاحتلال، ممكن العراق من الجيش العراقي السابق قبل الاحتلال، ممكن العراق وشعبه يخرج من هذه المحنة. طيب عندنا أبو راشد من عمان يقول إذا الحشد تابع إلى القوات المسلحة يتبع إلى وزير الدفاع أو إلى الحرس الثوري الفارسي، يتساءل إذا الحشد تابع إلى القوات المسلحة لو يتبع إلى الحرس الثوري الفارسي. في رسالة أخرى لدينا، أحد المشاركين يقول العوائق التي تمنع أنه يحكم أنه تحكم مرتزقة إيران أو العراق، يقول العراق تحكم مرتزقة إيران، أحد المشاركين. وأيضا رسالة من أحد المشاركين يقول أحب أعقب على السيدة أزهار أم أزهار بأنه النظام السابق راح، لكن أقول أنه أكثر من نصف العراقيين اليوم يعلمون، يعني هذا موضوع النظام السابق يا جماعة، احنا يعني خلينا نكون واقعيين هسه، الكلام في السابق في النظام السابق فيما رحل فيما انتهى
بسلبياته بإيجابياته، ما راح يخدم واقع الحال اليوم اللي احنا عايشيه. شنو الفائدة انه احنا مثلا كان العراق يحكم نظام البعض يراه جيد البعض يراه سيء، خلاص انتهى. كلمونا عن ما بعد الاحتلال، كلمونا عن الحكومات التي لليوم هي تحكم العراق، حدثونا عن هذه النماذج، حدثونا عن أدائهم السياسي الأمني الاقتصادي الاجتماعي، تكلموا امدحوا أو انتقدوا. يعني كثر الحديث بالنظام السابق وكأنه الماضي سيرجع ويغير، يعني هذا الموضوع حقيقة ضرب من ضروب الدرب، أو يعني وهم حقيقة. الناس عايشة في وهم أنه يظل عايش على النظام السابق، انتهى بما له وما عليه. اليوم احنا في واقع حال يقول بأن العراق من سيء إلى أسوأ وتحكم الميليشيات. يعني أتمنى أنه الناس اللي يرسلون اللي مجد واللي يمدح، طيب وماذا بعد؟ يعني شنو اللي حيتغير من واقع الحال الموجود اليوم؟ عندنا اتصال. السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل. حياك الله محمد، حالك المحترمين. الله يسلمك، حياك أخ محمد. تفوت البرلمان على قانون الحشد الشعبي فهو جزء من الدولة. نعم. معناتها هو جزء من الدولة، معناتها الدولة تهين هيبة الدولة، أمر واضح. نعم. ما حد يقدر ينكر هذا. الميليشيات مو حشد، هذا ميليشيات الحشد، واللي طلعت على إرهابي من ضمن الحشد عنصر مهم اللي هو مقاسم المصلح. نعم. وبعدين شفنا انه هذا العامري ودعته كلها رفضت هذا الاعتقال. نعم. وبعدين سلموا بالحضور هو الفياض، هو رئيس الهيئه الحج الشعبي، امر واضح. طيب. اما يا سيد وزير الدفاع تصريحك 40 عجله مو اول ولا اخر استعراض بالمحافظه بالمركز بعاصمه العراق، الميليشيات بالصواريخ والراجمات والمدرعات والدبابات والحجز الثوري. نعم. هذه بذوبة تكذبها على نفسك. هاي الميليشيات اللي تحدث يكون كلنا شفنا ابو فتك امام باب رئيس الوزراء وتحدى بعد يمكن 300 متر وتحدى الدوله بكامله. شنو بعد؟ شنو موضوع وزير الدفاع؟ شنو الكيانه؟ ولا وزير الداخليه شنو الكيانه؟ مو هو نفسه اللي قال على هذه الميليشيات لما كانت تضرب المنطقه الخضراء بالصواريخ انه صاروخ صاروخين بالشهر ما ياثرا على هيبه الدوله؟ مو هو نفسه هذا الوزير؟ هو قال هذا الكلام، واكو كلام اخطر منه اللي هو ابن محافظه الشرقاط صلاح الدين اللي قال نسبه 85% من السنه ما دواعد. يعني هذا رجل دوله؟ يعني هذا واحد ياخذ على كلامه؟ لان ساعتها طيب اذا 40 عجله من كثر ما قدمت عليهم فوات واعتقلتهم. نعم. زين ليش قاعد تهاجمون المتظاهرين تقتلون بينا الدم بارد؟ نعم. مو كلكم شفتوا سووا بينا ب 25 ايام؟ يعني جماعية عزمة شلسة والشوارع حتى السامع كلاب تابوا سوت بينا وقلت لهم من عندنا الساخة طلعنا اللي يرفعون اسماء القتلة بس للناب الشهداء بالساخة. نعم. ما عدا الجرحى وما عدا هاي حالتها. أين الدولة؟ أين القانون؟ أين الدفاع؟ هاي اللي الأجهزة الأمنية اللي مكتينها بس على قمع الشعب، على قتل الشعب. إذا أنت تقدر تتحدى دولة وين كيانك؟ زين السلاح وعدات عده الجيش تتفرق امام 50 60 داعش. المليارات اللي انصرفت على الجيش والشرطه قوات التدخل السريع وكل الجهات الحكوميه الامنيه التابعه لوزاره الدفاع ووزاره الداخليه، ذولا وينهم على الارض اليوم لما نشوف انه الميليشيا تستعرض بمكان وينزل رئيس الوزراء وزير الدفاع يتجولون بمكان اخر، او اللي صار قبل يومين في المنطقه الخضراء الميليشيات تحاوط المنطقه وابو فدك قائد الحشد موجود امام مبنى مجلس الوزراء يتصور هو وانصاره، في حين دبابات الحكومه تتجول في مناطق اخرى من بغداد. هاي المليارات اللي انصرفت على الجيش ووزير الدفاع اللي ديقودهم، وينهم من هذه الميليشيات؟ ليش ما يعتقلوهم؟ محمد راح اذكرك بكلام. تفضل. طبعا المنتج صور مقطع عرض بين الارزاق مالتهم شو يجيبوا لهم الدوله. فالناطق الرسمي في الحكومه يحيى حميد يحيى طلبوا هذا يجيبونه من اي وحده يقدموا له تشير بالعسكريه. نعم. على قولتك جناي الناس اللي دخلت بالجيش وقتلتنا وحاربتنا بتعصبات، اين الدوله تحمي الشعب؟ نعم. ورئيس الوزراء يقول نحمي المتظاهرين، وين حمايتكم؟ نعم. زين وين وزير الدفاع؟ وين حماسك اذا الجيش مالك كله ميليشيات نسبه اكثر من 2 ميليشيات؟ ايش وقت تطلعون المؤسسه العسكريه؟ من نعم. راح اعطيك بس كلام ما حتزعل علي.
من نتحدث عن الوطن السابق النظام السابق مو جد ولا مو جد لا محمد بس نقصد كلامنا كانت الدولة لها سيادة لها هيبة كان قانون بس لا هيبة ولا سيادة ولا قانون شوف شوف سيد ابو ياسين اني انا ما زعل من احد يعني ما زعل من احد بالنهايه هو ما دا يشتمني لما دا يتكلم لكن انا اقصد بانه نعم لما تصير مقارنات اكو كان في امور كانت موجوده في النظام السابق يتمناها كثير من العراقيين اليوم في ظل عيشهم في غابه مثل ما هم يوصفوها لكن احنا نقول انه الحديث في السابق بس اسمح لي الحديث في السابق ما راح يغير من واقع الحال الموجود اليوم لأنه اللي موجودين دي يحكمون هم شيء آخر يعني نماذج أخرى يعني ما دي يقتدون مثلا أنه بعض الإيجابيات اللي كانت موجودة من الملكية لغاية قبل الاحتلال لا فإحنا دا نسأل أو نقول دائما إيش حققوا للعراقيين إيش قدموا من إنجازات وهم عندهم المليارات محمد أنا جاوبك تفضل محمد عيني انا جابك اكو ناس هسه ما حضرت ليش الحقبة فيقشمرونهم ويصبرون وراهم بس انا من اتحدث احنا كنا حماس البوابة الشرقية للأمة العربية نعم. يعني كان العراق مفتاح البوابة مفتاح العروبة لكن مع الاسف اليوم انهالت كل العروبة سبب انهيار العراق هذا نتحدث عنه والله العظيم صدام الدين ما عنده لا مذهبية ولا قومية يسأل على وطنية أنا اكتفي وياك بهذا القدر سيد أبو ياسين من ديالى أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة يبقى الواقع الحال هو الذي يعيشه المواطن العراقي بغض النظر مضى على الاحتلال 18 عاما لغاية الآن وحكومات ما بعد الاحتلال من أحزاب تحت إطار إسلامي وميليشيات منتشرة في العراق هي التي تحكم صار لها 18 سنة اليوم العراق في قبل يعني في آخر يومين شهد حقيقة فضيحة من الفضائح التي يعني أو خيبات الأمل المستمرة التي تؤكد أنه لا دولة في العراق لا نظام لا قانون يحمي المواطن العراقي اليوم الميليشيا اللي قدرت تدخل إلى المنطقة الخضراء وكان بإمكانها مثل ما قال البعض أنه هي تحتل خلص يعني هذا انقلاب هي نفسها اللي تهدد حياة الناس يوميا والحكومة عاجزة أن تحمي الناس بل متواطئة في أحيان كثيرة بقمع وقتل الناس آخر رسالة من مشارك يقول العفو العام عن الأبرياء في السجون إن شاء الله أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء